غير لما بتلاعب فرقه اقل منك شويه. طيب عند اقل منك دي خلينا نقف هنا لحظه بلال، وبعدين نرجع مره ثانيه نروح بس لزميلنا حاتم رضا الناقد الرياضي علشان يقول لنا اجواء ما قبل هذه المباراه. استاذ حاتم ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل ضيوفك الكبار. مساء الفل، عايزك تطمنا الاول على اجواء ما قبل هذه المباراه والجمهور وتسخين الفريق والامور عامله ازاي؟ والله يا كابتن اسلام عايز اقول لك انه يعني ان شاء الله تكون امسيه كرويه رائعه علينا جميعا، يا رب ربنا يكتليها في النهايه بالتاهل ان شاء الله، بالفوز والتاهل ان شاء الله للمباريات. يمكن منتخب كوت ديفوار منذ قليل كان هو اول متاهلين للاولمبياد. جمهور مصر حاضر وزحف بشكل كبير جدا من قبل هذه المباراه، مباراه مصر وجنوب افريقيا كان في حضور جماهيري كبير جدا في المباراه اللي فاتت، مباراه غانا وكوت ديفوار. يمكن عايز اقول ان يمكن في رقم قياسي عالمي اتحقق النهارده، انه اول مباراه بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه يحضرها ما يقرب من 70,000 مشجع، هي الساعه الكامله لاستاد القاهره. يمكن بالطبع الجماهير دي كلها جايه عشان تفرح مع منتخب مصر النهارده، لكن كان في حرص من الجماهير ان هي تملا الاستاد منذ المباراه الاولى. الجماهير كابتن اسلام بمنتهى الالتزام في الدخول، عمليه الدخول بتتم بثلاثه كبيره جدا، الجهات الامنيه والتنظيم هنا بشكل رائع جدا مع الفان اي دي مع التذكره في اقل من دقائق، ما حسيناش حتى رغم التكدس الكبير او في داخل الملعب، لكن على البوابات ما بنلاحظش احنا داخلين اي ازدحام او اي شكاوى. الجماهير حرصت ان هي تستقبل لاعبي منتخب مصر اللي اجوا الاحماء منذ قليل، ويمكن توجهوا منذ قليل الى غرف خلع الملابس. كان في استقبال قوي جدا لجميع اللاعبين، جمهور مصر حرص ان هو يهتف لجميع اللاعبين بالاسم واحد واحد، الاحتياطيين والاساسيين كلهم. وكان بالتاكيد رمضان صبحي بينال القسط اكبر من التشجيع بصفته قائد منتخب مصر، يمكن اللاعب الابرز في هذا الفريق وفي هذا المنتخب. كمان كابتن سيد غريب نال هداف قوي جدا من اللاعبين من الجماهير عفوا. عايز اقول انه حاليا وانا بكلمك الاستاد ممتلئ عن اخره، مفيش مكان لفرد واحد يعني فاضي في الملعب. كل الجماهير ان شاء الله النهارده جايه متسعه حوالين منتخب مصر الاولمبي، لانه ببساطه الاستاد دي الحاجه اللي صرحها النهارده وده المنتخب اللي بيقدر الجماهير على الفطره، وان شاء الله يكون المنتخب عنده حسن ظن النهارده وتيجي نتيجه يعني صالحنا، وان شاء الله نكون ثاني متاهلين للاولمبياد، وان شاء الله نلعب المباراه النهائيه قدام كوت ديفوار ويكون لنا نصيب ان شاء الله بالفوز. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ حاتم على كل هذه المعلومات. الاستاد ممتلئ عن